لكم. انا في مطار مينيبوليس سانت بول الدولي في ولاية مينيسوتا في طريقي الى لاس فيغاس. هذا المطار مطار صراحة دولي دولي يعني مرتب ما شاء الله، مرة مرتب زي ما تشوفون خلفي، مرة ممتاز. شوف من اول ما تخرج من باب الطائرة وتشوف الشعب جامر اهلا بالقمار. هلا شوف الان نحن رايحين الهرم الاقصر نشوف الاهرامات طبعا المقلدة يعني مش الحقيقية. هذه الاهرامات في الاقصر مسمينها الاقصر على المنطقة في مصر الاقصر. طبعا هنا داخل عاملينه زي الهرم، هنا داخل شوف حاطين المسلة، هذه المسلة والمبنى كله من داخل زي الهرم. شوف كيف كأنه هرم، هو راسمين على رسمة هرم يعني. ها ابو الهول هنا مصغرينه، هنطلع نشوف الكبير برا يعني، لازم نشوف الكبير برا. داخل شوف هنا على شكل الهرمات في مصر والبيوت المصرية. هذا التايتانيك، عيني على التايتانيك. الآن هذا المدخل الرئيسي من الواجهة الأساسية للفندق، ونحن نخرج هنشوف الأهرامات برا.
زي ما شايفين الممر خرافي، وقدامك المسلة، هذه المسلة. مسلة طبعا. وصلنا الى ابو الهول التقليدي. هذا ابو الهول التقليدي. طبعا ابو الهول زي ما شايفين، ابو الهول خلفي هنا عاملين نفس الرسمة، نفس الشكل، نفس حتى الحجم، كل حاجة بالملي، يعني نسخة طبق الاصل من ابو الهول. وإلى هنا نشوفكم يوم ثاني وإن شاء الله فيديوهات ثانية. ربنا يوفقنا. وهذا خلفي أهم شيء الأسد، الأسد ضروري من الأسد.